ترقبوا الليلة على الام تي في. مين بيعرف بعد الأخبار؟ بيتبعوا بموضوعية الساعة 9:30. بتوب ستوريز اليوم مشاهدينا رح نتعرف أكثر على الجمعية اللبنانية للتعليم البديل اللي بتقدم فرصة مميزة للطلاب اللي مش قادرين يوصلوا على المدرسة إنه يتعلموا بشكل استثنائي. تفاصيل أكثر مع مدير عام الجمعية السيدة نايلة فهد. أهلا وسهلا فيك ست نايلة، شرفتينا. الجمعية اللبنانية للتعليم البديل تأسست عام 2013، مش من زمان، ولكن خلال هالفترة قدرتوا تعملوا فرق بحياة أكثر من 500 طالب وطالبة. بداية خبرينا عن الظروف اللي أدت لإنشاء هالجمعية. بعرف أنه كانت من وراء تجربة نوعا ما أليمة وشخصية لإلك ست نايلة. مزبوط، أنا بعلم أدب فرنسي بالجامعة اليسوعية بجامعة القديس يوسف، و من مؤسسين الجمعية اللبنانية للتعليم البديل يلي هدفها مثل ما تفضلت وقلت هي توصل طرق بديلة للتعلم للتلاميذ يلي ما فيهم يروحوا على المدرسة لظروف صحية اقتصادية اجتماعية وبالوقت الحالي أمنية، وللمراكز والمدارس يلي ما عندهم امكان يوصلوا لتلاميذهم طريق تعلم بطريق اخرى. مزبوط، بلشت الجمعيه من قصه فرديه. انا بتصور في كثير جمعيات ببلشوا بقصه. صحيح. ورا تجربه خاصه بتكون هي الدافع. مرات كثير هالقصه بتكون حزينه، بس الحزن بيتحول لمشروع، والمشروع ما بينسى امل. والمشروع ما بينسي الحزن بس بيعطي هدف، بيصير عندك هدف من وحماس. نعم. بلشت القصة من كم سنة، من قبل 2013، مع صديقتي ريم. صديقتي ريم كانت مصابة بمرض السرطان. نعم. وحبت تتطوع تساعد أولادي يقدموا الامتحانات الرسمية. نعم. ولاد اللي مش قادرين يوصلوا على المدرسة. على المدرسة بوقتها المصابين بمرض السرطان مصابين بذات المرض وبالمستشفى. بس تدهورت حالتها الصحية وما قدرت تعلم، بقى طوعت أنا محلها. والولاد المصابين بمرض السرطان عندهم مشاكل، ما فيهم يروحوا على المدرسة. نعم. بيتغيبوا كثير عن المدرسة، وبلشت فكر بطرق تسمح لهم يدرسوا بالوقت اللي بدهم بالمحل اللي بدهم. ومع زميل لي بالجامعة طلعنا بفكرة نعمل موقع إلكتروني. نعم. بيسمح لهم يتعلموا عبر الانترنت، وساعتها مجانا أكيد، وساعتها فيهم يتعلموا بالوقت اللي حاسين حالهم أحسن بالمحل يعني حسب راحتهم وظرفهم الصحي. هن بيقدروا يحصلوا على هالمعلومات عبر هالموقع الإلكتروني اللي أطلقته مع انطلاقة الجمعية وسميته طبشورة. مزبوط. هالمشروع هدفه أكيد مثل ما قلنا توصيل التعلم لهالأطفال. تطور كتير من وقتها لليوم هالمشروع، مش بس الأطفال المصابين بمرض السرطان. لمين عم توصلوا اليوم؟ مزبوط. هلأ نحن بلشنا مع، كان عنا حظ نلتقى بجمعية اسمها ماي سكول بولس يلي هي هدفها تعمل مراكز دراسية بالمستشفيات، ومولت لنا بداية المشروع. وبعدين تطور المشروع وصار يوصل مش بس للأولاد المرضى، بس لأولاد بحاجة عندهم صعوبات تعلم، بحاجة يتعلموا، بيتغيبوا عن المدرسة. وهلأ مع كريزة اللاجئين، مع لاجئين. دونك فتنا عملنا مشروع طبشورة، وطبشورة هلأ مثلا طورنا الغودة مع وورد فيجن. نعم. نتعاقد مع، بدنا نحكي عن الجمعيات اللي عم تتعاونوا معهم، ولكن قبل خلينا نتعرف شوي على تفاصيل هالمشروع. شو هي المواد اللي ممكن يدرسوها؟
لكن بطبشورة نحن بنعتمد على المنهج اللبناني من ولكن مش بكل تفاصيله، يعني أخذتوا المعلومات الأساسية اللي بيقدروا تقدروا توفروها عبر هالوسيلة وقدمتوها للأطفال. دونك نعتمد على المنهج اللبناني بس بنحوله على نشاطات، بنحول المنهج اللبناني بكل المواد بثلاث لغات اللي هن عادة معتمدين بلبنان للتعلم. نعم. يعني عنا عربي فرنساوي وإنجليزي على الموقع، والهدف طبعاً نتوصل على كل الصفوف بالقليلة من الغودة بالوقت الحالي. لمين عم بتقدموا هالمعلومات؟ لأي أعمار؟ بالوقت الحالي مع أول مشروع مع ماي سكول بالس طورنا الصف السادس السابع الثامن والتاسع تقريبا كله، مع وورد فيجن يلي هي جمعية عالمية بتهتم بكتير أشياء وبالوقت الحالي عندها مراكز للاجئين، طورنا الغودة، غودة أولى ثانية ثالثة، وهلأ عم نقدم على مشاريع نعمل صف أول ثاني ثالث غابة للأعمار الأكبر. شو عم نشوف هون يا ست نايلة؟ هون الشغل مع تلاميذ بالمراكز. دونك نحن منطور الموقع الإلكتروني للتعلم عبر الإنترنت. نعم. عبر الإنترنت ومنعطيه لجمعيات، نتعاقد مع جمعيات هن بيتواصلوا مع الاولاد. دونك هون عم هيدي خطوات من ضمن توسيع مشروع طبشوره. نعم. يعني مش كل الطلاب عندهم اكسس او موجود عندهم لابتوب او كمبيوتر، هون انتم بطريقه ما عم بتروحوا لعندهم من خلال هالجمعيات. مزبوط. اشرحي لنا كيف شوي. هيدول هلا الموقع مجاني، وانا بحب اقول انه مين ما كان في يفوت على الموقع ويتعلم، بس نحن بنتعامل مع جمعيات بمناطق عادة مش ببيروت، دونك بمناطق أبعد بكل المناطق اللبنانية؟ بالوقت الحالي عم نشتغل مع الشمال مع البقاع ومع المتن العالي. نعم. دونك هيدول الجمعيات عندهم مراكز، وبالمراكز في انترنت وفي كمبيوترز بيستقبلوا الاولاد والاطفال. نحن بنعمل مثل ما شفتوا قبل شوي، نحن بنعلم الاساتذه كيف يستعملوا، كيف يعلموا الاولاد يستعملوا طبشوره، وهن بيستعملوا طبشوره مع الاولاد. يعني انتم بتعلموا الاساتذه والاساتذه بيعلموا الاطفال. مزبوط. صح. من خلال دونك جمعيات بنشتغل معهم. نعم. تمويل لهالمشروع اكيد مش هين ابدا ست نايلة، مكلف اكيد. وانتم جمعيه خيريه بالنهايه، نون بروفيت اورجنايزيشن، خبرينا كيف بتامنوا التمويل؟ بالوقت الحالي بنامن التمويل بثلاث طرق. الطريقه الاولى في ناس بيتبرعوا. نعم. الطريقه الثانيه بنقدم على مشاريع مع ان جي او ثانيه تنطور المشروع. وبالوقت الحالي عندنا مشروع مع وورد فيجن، عندنا روتاراكت كلوب المتن عم نطور معهم كل شيء تربيه مدنيه. تربيه مدنيه الاولاد لازم يعرفوها للبروفي بس اكثر شوي، يعني عم نعمل فلومي ريبورتاج نشاطات اخرى. عندنا كمان مع ليسي فاردان مشروع مع سيدر انفايرمنتال يلي هي إعادة تدوير النفايات، وكمان في متطوعين من ليسي فاردان رح يعملوا فلومي ريبورتاج. يعني عدة جمعيات عم بتساهم معكم؟ عدة جمعيات. دونك هيدي الطريقة الثانية، بنقدم على مشاريع مع جمعيات على انترناشونال جرانتس. والطريقة الثالثة يلي نحن جربنا نطورها هي نشجع الشباب تتطوع على الشباب. يعني شباب عندهم مهارات، عندهم اشياء بيعرفوا يعملوها، بيعرفوا يمثلوا، بيعرفوا يغنوا، بيعملوا مشاريع. عملنا عم نحكي عن نشاطات خيريه لجمع التبرعات. نشاطات خيريه لجمع التبرعات بس بتروح من اساس شباب عندهم مواهب. نعم. بيستعملوها تا يجمعوا موارد لمصاري. نعم. للمشروع. بس حتى نوضح شغله ست نايلة، هالمشروع مشروع طبشوره لوحده ما بيكفي لتعليم هالاطفال، يعني منه بديل عن التعليم الاكاديمي الرسمي.
لا هو بيسمح للاولاد اللي ما عم بيقدروا يحصلوا اللي عم بيتغيبوا عن المدرسه انه يحصلوا على كل معلومات المدرسه. نحن عم نجرب نحط كل شابيترات يلي لازم يتعلموها بالصف من عندهم بالبيت، بس اكيد خصوصا الاولاد اللي عندهم مشاكل صحيه او يلي عندهم صعوبات تعلم عايزين كمان حدا يكون حدهم تيصلح لهم تيساعدهم، بس الاستاذ ما بيعود موجود كل الوقت، بيصير مثل تيوتور بيوقف حد الاولاد وبيساعدهم والاولاد عندهم كثير اشياء فيهم يعملوها لحالهم. الجمعيه تاسست من قبل مبادره من حضرتك من وراء التجربه اللي خبرتينا عنها انت وصديقتك الله يرحمها خسرناها، ولكن كملتي مع مجموعه من المتطوعين وكمان من العاملين، خبرينا شوي عن فريق العمل بهالجمعيه. مين هني؟ الفريق الإداري هو إجمالا متطوعين. أنا بعلم بالجامعة اليسوعية والفاكولتي دي سونس دو ليدوكاسيون بتساعدني كثير، بتساعدني بالمضمون يلي بحطه، بيرجعوا بيقروا لي المضمون بيظبطوا لي وعادة نتعاقد مع أساتذة وتقنيين، الأساتذة بيعملوا النشاطات والتقنيين بيحولوا النشاطات لمضمون إلكتروني بنحطه على طبشورة. إذا أنا كنت ولد عمري 10 سنين كيف ممكن فوت تحصل على هالمعلومات؟ فوت على الموقع؟ بتفوت على الموقع يعني صعب العملية؟ بيقدر الولد يتعلم لوحده أو بحاجة لحدا حده؟ هلا بيقدر يحصل على كثير معلومات لوحده، ما بيقدر إنه منا بديل عن المدرسة بس بيقدر يحصل على كثير معلومات لوحده. إذا في شيء ما فهمه بالصف وما في حدا يساعده بالبيت بيقدر يفوت على على طبشورة ويرجع يتعلم يعني حتى التلاميذ اللي عم بيروحوا على المدرسة وبحاجة لمعلومات إضافية أكيد أو مساعدة بيقدر يدخلوا كمان على هالويب سايت حتى يحصلوا على شوية مساعدة. مين ما كان في فوت على طبشورة، يعني www.tabshoura.com دونك مين ما كان في فوت على طبشورة يتسجل بطريقة كتير هينة ويحصل على كل المعلومات اللي متوفرة على طبشورة، وكل ما منزيد معلومات بصير يحصل عليها كمان. في عندكم مشروع لتطوير طبشورة أو في اتجاه فني حسب معرفة؟ نحن بطبشورة نشتغل بالمكتب وراء كمبيوتر ونحن كنا حابين كمان بلال بالليبانيز ألترناتيف ليرنينج نتواصل مع الأولاد، دونك الفكرة كانت نتعاقد مع فنانين بنطاقات مختلفة، رسم، مسرح، سبور، موسيقى، ومن خلال تعاقدنا مع الفنانين نعمل نشاطات مع مدارس أو مع مراكز دراسية عادة ما بيتمكنوا ما عندهم إمكانية يخلوا الأولاد يعبروا عن نفسهم بطريقة أخرى. عندنا مشروع مع إيراب بسبتمبر مكملين يعني مش بس مركزين على نمو الطالب أو الأطفال أكاديميا إنما كمان عم بتفكروا بنمو فنيا. إيه أكيد وكمان طموحنا إنه على طبشورة وقت منخلص المنهج الدراسي نقدر نحط أشياء فنية، أشياء ثقافية، أشياء حتى طبية، نتعاقد مع الجامعات مع ديبارتمون الجامعات تنطور. حماسنا كبير، مشاريعنا كثيرة ونحن جمعية صغيرة بس. ولشو أنتم بحاجة اليوم بالجمعية اللبنانية للتعليم البديل حتى تتطوروا مثل ما عم بتخططوا؟ حاجين بحاجة لأشياء على نطاقات مختلفة، حاجين على أفكار، حاجين على متطوعين. على اكيد متطوعين كاداره او اساتذه؟ كل شيء كل شيء. يعني نحن مين ما حابب يتطوع عندنا مشروع وفي يتطوع، يعني اكيد عايزين لتمويل المشاريع تبعنا كمان، واللي حابب اكيد يساعدكم بطريقه او اخرى الويب سايت عم يمرق على الشاشه.
ايه هو الويب سايت www.lal.ngo. لحد هلا عم تقدروا تساعدوا اكثر من 500 طفل بكل المناطق اللبنانيه. هدول عم نساعدهم عبر جمعيات عم نشتغل مع ملاك بشمال، عم نشتغل مع وورد فيجن بالبقاع، عم نشتغل مع زير وورد يلي هي جمعيه انجليزيه بالمتن العالي. وبس اكيد في ناس اكثر عم بفوتوا على طبشوره خلال مبادره شخصيه منهم، يعني عم يتسجلوا وعم يستعملوا طبشوره. ست نايلة فهد بهنيكم على هالمبادرة، حلو كتير لما المواطن اللبناني بيفكر بغيره من دون مقابل، وهذا اللي انتم عم تعملوه من سنتين او حوالي 3 سنين لليوم. مزبوط. وان شاء الله هالمشروع بيوصل لاكبر عدد من المحتاجين ممكن. شكرا لوجودك معنا واهلا وسهلا فيكي. وقفة قصيرة ومنكمل حلقتنا، خليكم معنا.